هنلاقي بالمنظر ده كده. ولو خدت الكلر الاسود تمام وخدته كده، فانا هبدأ اشيلها من مناطق. رفعت حتى لو رفعت الاسود انا هرجعها تاني. بالمنظر ده ممكن كمان ان انا اروح ل layer 3 واقوم قايل له مثلا ان هي تبقى soft light كنوع من البلندنج مود. بس soft light انا محتاج ان انا اديها opacity اكتر عشان الافكت يبقى حي بتاعها يبان. بس واضح ان soft light مش هي المناسبة، ولا اكيد اد. ممكن تبقى هارد لايت برضو، لا اوفرلاي برضو لا سكرين. ضيعت الدنيا سكرين. خلينا في نورمال عادي جدا او لايتن لايتن تمام. بس انا مش عارف، انا حاسس ان الايمج اصلا مش مناسبه. خلينا نختار ايمج يكون فيها زي باتشز. وتبقى الفروقات بينهم كبيرة. ممكن ايمج زي دي فعلا ناخد دي ونسحب دي بالظبط. كده بقى الدنيا زي ما احنا شايفين. وممكن نعمل على فكرة ماسك كومبلكس عن كده كمان، عن الماسك ده يعني ممكن نعمل ماسك كومبلكس شوية كمان عن الماسك ده، بحيث حتى ان احنا نودي الديرت في حتت ونخلي حتت تانية ما فيهاش. يعني مثلا احنا عندنا ايمج زي دي، لو احنا قفلنا دي كده وخدنا دي وديناها هنا، هو ده الماسك اللي عندي. انا لو انا عايز هنا مثلا ديرت يكون اكتر شويه، بفهم معناه ان انا عايز هنا النص ده ابيض والنص ده اسف النص ده اسود والنص ده مثلا يبقى ابيض. في حاله زي دي افتكر اني عندي اليوتيليتي نود. اليوتيليتي نود دي يعني لينا معاها كلام كتير. بس في الشيد مود انا عندي هنا ان دوت اي انا عايزها فلات تمام. الكالر مود، الكالر مود هتبقى مثلا في او يو، لا انا افتكر هتبقى لا في، لا دي في بوزيشن. هي في، او ممكن امبيت اوكلوجن. خلينا على بلاك وخلي الكالر مود على في والاوفرلاي كالر زي ما احنا. على فكره الاوفرلاي كالر دي ممكن تديك عارف كانك لو انت عايز تطلع الواير فريم. بس احنا عايزين خلينا على نان. وكل الفكره ان انا عايز ازود الاسود تمام. فممكن في دي اروح احط افتكر رامب فلوت تمام. رامب فلوت خلي ده ابيض و
بالظبط كده. هجيب الاسود، هنشوف الاسود كده، هاخد زي ما شايفين هي عايزة تيجي على ال هي واضح ان هي مش هتنفع بالمنظر ده. ليه؟ لان اليوتيليتي نود الكالر مود بتاعها بيشتغل بير اوبجكت، واحنا هنا حاطينها على نل. اذا احنا محتاجين حاجه تديني ماسك بغض النظر عن الاوبجكت، يعني هي انا عايز حاجه تنزل على الورلد سبيس مش على الاوبجكت سبيس. افتكر ان كان في هنا حاجه اسمها فيكتور ستيت او ستيت فيكتور، اهي هشيل بس الرامب فلوت دي وهاخد الستيت فيكتور واحطها كده، تمام. الفاريابل هيبقى المفروض بوزيشن، مش عارف مع ان حطها على بوزيشن اوبجكت مش عايز يديها. طيب نعمل ابديت كده للاي بي ار اللي ممكن ما يقراش، المفروض تديها لي الوان برضو. مع ان هو عمل لها ابديت هنا في التكشر، هي كده مظبوطه. نستوب الاي بي ار ونعمل تاني. بص هو انا على كل حال انا مش عارف هي مش ظاهره ليه، لكن عامه انا عايز اقول لكم على حاجه. الستيت فيكتور نظامها ان الزد بيبقى ازرق و الاكس بيبقى احمر والواي بيبقى اخضر. طبعا هو بالمعنى ده معناها ان الزد والواي مقلوبين، بس انا مش عارف هي مش ظاهره ليه. عموما هو استخدامها ان احنا بنحط ملتبلاي نود حلو وبنوصلها كده جميل، وبنعمل ملتبلاي مع المحور اللي احنا عايزينه. انا عايز من فوق لتحت، يعني انا عايز مفروض واي، بس هي تتعامل على ان ده زد جميل. فانا هروح كده واقوم حاططها في الانبوت 1 وهنا اهو. مش عارف يعني مش عارف ما ظهرتش الا كده، بس عموما زي ما احنا شايفين خلاص هي بتتعامل بالمنظر ده كده. لو رحت هنا وقلت له مالتي بلاي مع اخضر مثلا، انا بس عايز ار جي بي عشان انا يميل 255 بالظبط كده، هاخد المحور زي ما احنا شايفين. طبعا على فكره الاوبجكت ده لافف، الشيدر بول دي لفه، يعني المفروض الاخضر ده وشه لينا احنا. اذا الاخضر ده في الوضع ده كده هو زد، تمام. انا عملت كده مش هيفرق معاه في حاجه، في الوضع ده الاخضر ده هو زد. اما لو قلت له احمر اكس، اما لو قلت له مالتي بلاي مع ازرق، هو ده اللي انا عايزه. يبقى انا في حاله زي دي عايز اخلي ده الناحيه دي بيضه والناحيه دي سمراء عشان استخدم دي كماسك، ابيض واسمر او ابيض واسود. يعني انا معنى كده عايز اعمل دي ساتوريت لدي. خلاص كده ببساطه لو رحت هنا قلت له color correct، ناخد بس شوية النور. طبعا انا بس مضيق الدنيا قدامي علشان تشوفوا انتوا وتبقوا شايفين كل حاجة، لكن انا هبعد دول بس كده. تمام، وهشيل دي من هنا واجي على مالتي بلاي واحطها هنا كانبوت كلر وبعدين اطلعها على هنا. انا كده عملت ايه؟ انا كل اللي انا عملته ان هاجي على الكلر نود واقوم قايل له ساتوريشن دي ساتوريت. هنا بقى العب براحتي في الابيض والاسود.
بصوا كده، لو انا خدت هنا الجاما فين، لو انا خدت الجاما عملتها كده، فانا كده قفلت تحت. بعد كده الاكسبوجر، تمام، انا كده خدت ابيض، وانا يهمني التدريج. لو انا مش عايز التدريج ده انت اشتغل براحتك يعني. هنا بقى الجاما هحرك، تقدر تعتبر الجاما ان هي نقطة الحركة بتاعك او نقطة الماسك بتاعك، تمام. انا كده عايز ماسك مثلا الحتة دي، وفي الكونتراست تقدر تعتبرها نقطة الحركة، حاجة كده مثلا. حلو الجراديوال اللي موجود هنا ده. الاكسبوجر عالي طبعا على الاخر، معنى كده انا كده قطعت، انما انا مش عايز اقطع، انا عايز يبقى فيه نقطة يعني في تدريج. الجاما يعني افتكر ماسك زي ده هيبقى كويس، انا مش عايز اسود قوي، تمام. في الكونتراست هحرك الماسك ده لفوق شويه، افتكر كده يبقى ماسك كويس اللي انا عملته، تمام كده يبقى ماسك كويس. طب الماسك ده انا عايزه لايه؟ عايزه للصوره دي، تمام، عايزه للكلر ده. يبقى انا هشيل دي كده وهاخد دول وهاخد دول، تمام. طب الاتنين دول علشان هدمجهم مع ايه، او هدمجهم فين؟ اكيد هدمجهم في لاير. طيب يبقى هروح هنا اقوم قايل له لاير كلر واوصلها هنا كده، وببساطه هقوم واخد الصوره بتاعتي، احط الصوره بتاعتي احطها في لاير 1، واخد الماسك بتاعي احطه في لاير 2، ماشي، هتبقى بالمنظر ده مظبوط. طبعا لاير 2 الفا مش باينه فهتبقى بالشكل ده. بصوا كده، لو انا عملت بليند مود مالتي بلاي، تمام، افتكر كده الدنيا بقت واضحه كده. انا حضرت دي كده بقت عباره عن الماسك. طبعا اقدر ان انا اجي من هنا واشتغل براحتي زي ما احنا قلنا، لو رجعت ده لورا شويه، تمام، او فتحت الجامه سنه وزقيت الكونتراست لفوق، يعني تزق الكونتراست لفوق ممكن تفتح الجامه لتحت، وبالتالي الاكسبوجر يقل شويه بالشكل ده. فانت كده بتتحكم في الماسك بتاعك. طب انا كده خلصت، هات دي رجع دي زي ما كانت، تمام، والماسك اللي انت عامله ده هنوديه مكان. لو احنا شفنا دي كده، هنلاقي ان احنا عايزين دي كلاير 3 الفا، لاير 3، بالشكل ده. طبعا ممكن ببساطة ان احنا نعمل انفرت للماسك، يعني احنا ممكن نروح هنا، تمام، ونقلب الماسك ده، او لو رحنا هنا وعملنا البيند مود اد اسف اد ايه خليها مالتي بلاي زي ما هي، بس انا عايز الابيض تحت والاسود فوق. احنا قلنا بن انفرت بالرامب فلوت، حط الرامب فلوت هنا، ومؤقتا هحط الماسك في الانبوت
وهقوم طالع بإيدي ونازل بإيدي بالشفايف. زي ما احنا شايفين انا عندي ناقص حاجات سودة جدا، فانا بس هرفعها بالمنظر. طبعا اقدر هنا بقى ان انا اشتغل بالجنب فلوت زي ما انا عايز. لو نزلت دي تحت كده هيبقى فيه جراديوال كلر. اذا انا حتى بالرامب فلوت اقدر اتحكم كمان في الاوباستي بتاع في الماسك. يبقى انا لو خدت الرامب فلوت حطيتها هنا وخدت ده رجعته هنا، انا كده عكست الماسك بتاعي وبقى طالع بالشكل ده. ما انساش ان عندي الـ زي ما قلت انا عايز اتحكم في الاوباستي، انا مش عايز الدنيا تبقى فاتحه مني قوي كده. تمام، فانا هنزل دي لتحت ودي هسحبها هي كمان لتحت. تمام بالشكل ده كده. بكده احنا شفنا ازاي ان احنا بنعمل كومبلكس ماسك، ازاي ان احنا طبعا انا هنا التعريف والله مش عارف، هي ما بتاثرش، حاسس انها فعلا ما بتاثرش الكيرف، بس بسيبه سبلاين عشان يدي جراديوال كلر. استخدمنا هنا اللاير، استخدمنا الستيت فيكتور، استخدمنا الكلر كوريكت ان احنا نشتغل بيها كماسك، عملنا كومبلكس عملنا كومبلكس ماسك، اشتغلنا باتنين لاير شيدر، مره واحده عشان نعمل بيها ماسك كومبلكس شويه، وبعدين المره الثانيه عشان نشتغل على الشيدر الاساسي. طبعا ممكن تضيف انت شيدر زي ما انت عايز. سبيل المثال لو احنا، معلش انا هتقل عليك شويه بس احنا عايزين ناخد مثال اكبر، امثله اكبر كمان. لو خدنا مثلا حاجه زي البيس كلر دي، تمام، لو انا خدت نفس البيس كلر، طبعا البيس كلر معاها ميكس، معاها ميكس نود، والميكس نود معاها نويز. تمام، فانا لو خدت الاثنين دول، انا هرفع دي بس كده شويه، لو خدت الثلاثه نود دول، لو انا كنترول وعملت منهم دبل كي، وفي الميكس كلر كنت واخد مثلا، خليني على نفس الالوان وهاخد مثلا حاجه زي الازرقات كده. تمام، وهغير في النويز، يعني وليكن مثلا هقلل او هزود الاوكتافز شويه وازود ديستورشن سنه. خلاص، حتى لو عايز اشوفها فانا هاخد دي كده واوديها للبيوتي، هلاقيها بالمنظر ده، هشيل. عايز دي مثلا تبقى فلاير 4، واجي هنا لاير 4 الفا، هقوم رافعها واخد دي في الانبوت بالشكل ده. لاير 4 دي مثلا انا هعمل لها ايمج، فانا هروح هنا اخد ايمج وهاخد، قلت اكون ايمج زي دي. يس، كنترول اس. تمام، الايمج دي على طول هقوم واخدها في لير 4 الفا. زي ما احنا شايفين. تمام، ممكن الايمج دي انا احط عليها من هنا رامب فلوت، الت نسحب فوقها، انسيرت افتر في الانبوت عشان على طول يكون نكتها من غير موجع دماغي. و ممكن نرفع احنا كده الالفا بتاعتها بحيث تبقى باينه قوي. ممكن الايمج نفسها بدل ما فيها، لان فيها مساحات كتير جراي، ممكن اخد حاجه زي الصوره دي مثلا واقوم عامل اوبن. يس،
ماشي، فألاقيها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده، متداخلة مع بعضها بطريقة فظيعة. فأنا رحت مثلا هنا وخدت اللي تحت، ورحت الإيمج نفسها، مش عارف محتاجة تكرار ولا لأ. أصل قلت له مثلا 2 في 2، تمام ماشي. يعني زي ما احنا شايفين خامة كومبلكس جدا. طبعا هي ناقص لها البامب، دي حاجة. الحاجة التانية اللير اللي في 4 دي، انا عايز اروح للسبيكولر واجرب ارفعه سنة. بصوا لو قل هلاقيها بالشكل ده. طبعا هي كده داخله على ميتال نضيف شويتين، تمام. بس والله مديه شكل كويس. فانت حته اللوك دي بقى انت حكمها، احكمها زي ما انت عايز. كده كده بتبقى لازم واخده طبقه بنسميها زي كلير كوت. فممكن الكلير كود دي انا ممكن اقفل دي كده، او ادي هنا روفنس عالي، وفي الريفراكشن في الريفليكشن ممكن ادي سنه بسيطه. ولو الريفليكشن بصراحه مش ظريف في ارنولد يعني، فدي افتكر هتبقى احسن. كده حديد قديم، كده بقت فيها طبقة كلير كوت. وانا افتكر هسيبها على المنظر ده، والويت هخفه شوية بحيث تظهر اللير اللي تحتها كده. افتكر كده وصلنا لماتيريال كويسة، عملنا كومبليكس ماتيريال. معلش طولت عليكم، بس كنت حابب ان احنا ناخد اكتر من حاجة. فاضل بس حاجة واحدة اللي هي البامب. عايز ادي بامب يكون كويس. فالبامب انا هنا هعمله بالنويز. ونفس الطريقة بتاعت المرة اللي فاتت. اشوفكم في المحاضرة بقى اللي جاية ان شاء الله. افتكر البومبا انا هسيبه كاكسرسايز ان انتوا تعملوه، واشوفكم في المحاضرة الجاية بإذن الله.